بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن فصيلة من فصائل الفاصوليا. طبعا تم دراسة الفاصوليا يعني بأسلوب مكثف جدا. طبعا الفاصوليا مهم جدا لجسم الإنسان كونه يوجد في معادن كثيرة جدا، وأيضا اكتشفت الميكروبات المتواجدة في الفاصوليا، لقيت أيضا ميكروبات كثيرة منها بكتيريا وفطريات ومخلوقات كثيرة جدا، وأنا أنصح الباحثين بدراسة الميكروبات والطفيليات المتواجدة في الفاصوليا والبذور. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.